مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مشاهدينا الكرام، يلا الكراس والسيالة، لأنه اليوم جبت لكم وصفة واحدة وجبت لكم الإنسان اللي راح يكلمنا على التغذية الصحية وعلى الريجيم واش لازم ناكل واش لازم ناكل واش لازم نقصه وكيفاش نديروا الريجيم. يلا خاصة الرياضيين يتبعونا، راح يكون معايا حمزة. حمزة بطل عالمي في كمال الأجسام، هكذا حمزة؟ نعم. مرحبا بك خويا. الله يحفظك، صحتك لاباس؟ والله الحمد لله، بارك الله. اليوم وري لي كيفاش اليوم نقص الكرش تنقص كلش على ربي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صباح حمزة. والله الحمد لله، الحمد لله. حمزة زيد عرفني شوي، زيد نعرفوا الناس شويه. انا قلت لهم بطل عالمي في كمال الأجسام. بون، انا هاشمي حمزة، رياضي محترف في المنس فيزيك، فئه المنس فيزيك. الله يبارك. اول جزائري يعني هنا، عايش في الجزائر، تحصل على كارت الاحتراف في المنس فيزيك. بعدها لعبت بطولات خارج الوطن، منها البرازيل كراسيت مرتبه ثانيه، ودرك رانا نحضروا اكبر بطوله في كمال الاجسام اللي هي مستر اولمبيا لاس فيغاس. الله يبارك. هذه من ناحيه اخرى، مختص في التغذيه يعني، والكوتش بريفي، كوتش كوتشين. على بالك حمزه، كاين بزاف ناس يتصلوا ورام يقولوا لي دير لنا يعني الاكل الصحي بعدا باش يديروا الريجيم. فهمك. هكذا دوك نكلموهم شويه واش لازم لهم يديروا قبل الريجيم، واش لازم بإذن الله. واش لازم ينحيوا، واش لازم ياكلوا، واش لازم ما ياكلوش. ممنوعات. ممنوعات. فوالا. يلا يلا ان شاء الله. مشاهدنا الكرام، يلا تبعوا معنا. اليوم جبت لكم، قلت لكم وصفه، وجبت لكم حمزه بطل عالمي في كامل الاجسام، اللي راح يكلمنا شويه على الريجيم، على الاكل الصحي، واش لازمنا ناكلوا. اليوم جبت لكم العجه اللي راح نديروها بشويه تاع الخضره والبيض والفروماج، يعني بنينه بزاف. قول لي هنا حمزه، انت كي تشوف هكذا، كتشوف هاد لي زانغريدون كامل، هاد المقادير، قول لي اسكو هاد البلا راهو صحي ولا ماهوش صحي؟ ماهوش صحي 100%. يعني كي تشوف الخضر، كي تشوف الخضر حاجه صحيه، تشوف سكالوب اللي هو كيما سورس دو بروتيين وبيض كذلك من هنا، لكن في البطاطا حنا لازم تكون ما مش مقيوسه بالزيت نهائيا، يعني يقدر يديرها مفوره ولا مغليه، مفوره ولا مغليه ولا حاجه كيما الفرماج. كيف كيف دوك هاد الوصفه عندنا غير البطاطا اللي لازم تكون مغليه ولا مفوره؟ الفرماج ثاني لازم يكون فرماج اللي ما يكونش فيه خلاص الدس، ما يكونش فيه فرماج سبيسيال كيما نقولوا حنا ناتورال ما فيه والو. اما الباقي حوايج الاخرين كامل نقدروا نستعملوهم عادي نهائي في الريجيم تاعنا. الله يبارك الله يبارك. دونك هذه البطاطا لازم مرة جاية. هذيك لازم تتشولج المرة الجاية. يلا داكم المقادير مشاهدينا الكرام بسرعة. شوفوا لهذه العجة هنا عندي أربع حبات حتى خمس حبات بطاطا، تقشروهم وتقطعوهم مربعات صغار، تقليوهم، وكما قال لكم حمزة إذا كنتوا حابين ديروا ريجيم فوروها. لازم يكونوا مفورين. مفوره هي المفوره احسن. مفوره احسن باسكو الكربوهيدرات كي يتغلى في الماء يخرج الكربوهيدرات مع الماء، هذاك تنقص كميه الكربوهيدرات. صح. والوزن ثاني للناس اللي تكون دايره حميه غذائيه محسوبه السعرات، لازم يعتمد على الميزان. احنا نوزنوا البطاطا ولا الروز ولا لاسورس تاعنا تاع الكربوهيدرات لازم تكون موزونه قبل. شحال لازم تكون؟ على حسب وزن الانسان وعلى حسب البيوت تاعو، يحوس على ضخامه ولا على تنشيف. صح. هكا كاين طريقه، كاين زعما تنشيف، اذا تنشيف يحاول ينقص شويه الكربوهيدرات تاعو. مثلا نقولوا احنا انسان يكون وزنه 80 كيلوغرام ولا، يقدر يدير في التنشيف تاعو حتى ل 150 غرام كربوهيدرات مثلا. والله 150 غرام، 120 غرام كربوهيدرات. الروز في 100 غرام فيها 74 غرام. الروز كنت نتكلم معك في الكوليس، قلت لازم يكون مفور ثاني. لازم يكون مفور ثاني، باسكو يتغلى في الماء يخرج يخرج منه الكربوهيدرات. صح. تشوف هذاك الابيض هذا كامل كربوهيدرات يعاود يخرج منه. انت كي دير حسابك تقول 100 غرام فيها 74 غرام، بصح غليه تولي تنقص يغلطك في الحساب. يغلط. البطاطا فيها حاجه اقل، فيها 20 غرام في 100 غرام، 20 غرام كربوهيدرات في 100 غرام. في 100 غرام. البطاطا الحلوه فيها زايده فيها 2 غرام، 22 غرام كربوهيدرات. يعني الناس اللي تستعمل في حميه غذائيه لازم عليها تكون الوزن تاعها موزون قبل ما تطيبها. صح. هذه هي. دونك يعتمدوا على الميزان. لازم الميزان. لازم الميزان. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، هذه العجه سهله سهله وبنينه صدقوني. عندكم هنا زوج حبات بصل يكونوا متوسطين تقطعهم رقاق، هنا زوج حبات فلفل حلو الاحمر كذلك مقطع رقيق، زوج حبات فلفل حلو اخضر، ولا كان عندكم الصفر ما نقولكمش لا لا. عندكم هنا صدر تاع الدجاج اللي قطعته مربعات، او قبل ما تغسلوه تنشفوه وتقطعوه مربعات. هنا راح نزيد حبه حار، لكو يعني حبيتوها حاره شويه ديروا حبه حار، ولا ما حبيتوش حتى تقدروا تنحيوه. عندكم شويه تاع الزيتون الكحل تقطعوه صغير، في الكحل والملح طبعا. وعندي هنا نص كيس تاع خميره كيميائيه،
وعندي هنا 8 حبات بيض. هنا البيض على حساب البلا اللي حديروه، الا كان كبير دونك تزيدوا شويه البيض، والا كان صغير 8 5 8 يكفيكم. وعندنا شويه تاع فارينه طبعا باش هاد العجه تشد لنا، غنستعملوا شويه تاع فارينه لهاد العجه. واش رايك حمزه؟ قلنا غير البطاطا اللي لا لا دوكا حبس، دوكا زدت الفارينه زدت زدت بزاف. لا لا ما تفهمناش عليها فارينه ما تصلحش. الخميره ثاني نفس الشيء ما تصلحش في الريجيم، هذو ما قدروش نستعملوهم نهائيا. يعني حنايا باش نبسطوها للناس، يعني الريجيم هذا ولا التغذيه الصحيه يكون فيها لازم ثلاث حوايج هذو المفروغ منهم: كربوهيدرات، بروتيين، ودهون صحيه. الياف غذائيه اللي هي نقدروا نجيبوها من الخضره ولا من الفواكه. صح. بروتيين نقدروا نجيبوه من السورس تاع اللحم كامل ولا البيض ولا كربوهيدرات اللي هي نقدروا في الروز، الروز البني، الروز الابيض، البطاطا، بطاطا حلوه، شوفان ثاني كذلك. شوفان ملاح. شوفان ثاني نقدروا حتى نديروا بمام المكرونه، حتى المكرونه هي فيها نسبه شويه نتاع سكر زياده عليها. بصح كاين الناس اللي يكون جينيتيك تاعو اكتومورف يقدر يستعملها عادي. هذو هما الحوايج اللي تبقى الكميه قداش الجرام شحال على حسب الهدف تاعو وعلى حسب الوزن تاعو. الله يبارك الله يبارك. يلا تبعوا حمزه نبداو لي بومب نهبط ندير لي بومب. يلا هنا نبداو طريقه التحضير. مشاهدينا الكرام شوفوا، ناخذ هنا مقله صاي شحنت هكذا، نحطوا شويه تاع الزيت. على بالي حمزه يقول لي ما تحطش الزيت. حمزه وي لا احنا نقدروا نستعملوا زيت، بصح مش الزيت هذه، تقدر مثلا زيت زيتون، يدير زيت زيتون، مغرفه زيت زيتون، ولا زيت الجوز الهند هذه يقدر يستعملها، مي ماشي كيما هكذا نسقرها مغرفه صغيره. نتكلموا برك حمزه على زيت جوز الهند. راهي متوفره هنا في الجزائر. متوفره هنا في الجزائر، كان في لي سوبيرات تقريبا بارتو فيهم دركا جوز الهند. بكري مش كيما دركا، كي مش كيما بكري. بكري كانوا حوايج منعدمين ناقصين. درك حتى الكاطو بعد تاع الحميه اللي فيه اللي فيبر فيه منها، كاين تقدر تاكل كاطو حلو عادي، وهو حميه غذائيه عادي تستعملوه. كنا يستهلكوا هذا الكاطو، ياكلوا هذا الكاطو يعني. صح يعني باش دير ريجيم ولا صح عادي الريجيم تلقى فيه نسبه البروتيين، تلقى فيه شحال الاخر. انا خطره غير هنا في تونس كومبيتيسيون الاخرى ما كانتش عندي البروتيين، استعملت قهوه، قهوه فيها دوز دو بروتيين هي قهوه. دركا كاين حتى لا بروتيين لي كومبليمون اليمونتير اللي من هذا المنبر نزيدو نحكيو عليهم، كاين ناس بزاف مش فهمتها. لي كومبليمون اليمونتير تقدر تستعملها عادي، لكن ماشي تحطو في بلاصه التغذيه نتاعك. هو كومبليمون مكمل غذائي، زياده زياده مكمل غذائي برك، ماهوش غذاء. لازم لازم ياكلوا، لازم ياكل لا ديفيرونس بهذيك البروتين. ايوا لا ديفيرونس هذيك. مثلا دوكا حنا كي نديروا الحساب نتاعك فارس، نتايا قال باغي تزيد في الوزن لازم تاكل مثلا 4000 كالوري في اليوم. كي دير حسابك نتايا في الاكل 4000 كالوري، ممكن ما عندكش لابيتي، مستحيل تاكلها ماكله كامل كيما تغذيه كامله. لازم لك تعاون بحوايج اللي يكونوا غبره كيما نقولوا حنايا وعاليه لها الاخرى تاعها. تستعمل لي كومبليمون اليمونتير هذو، مكملات غذائيه منهم بروتيين، بي سي اي، فيتامين، كاين شحال من الاخر. وشي هو برك الحاجه اللي ننصح بها الناس، انه اي ما يروح لاي حانوت ولا اي شركه يشري منها لازم يدوموندي السارتيفيكا. راح نسقسيك على هذه. قول لي برك حمزه، لي بروتين اللي يشروهم لي سبورتيف هذو، اسكو كاع اللي يبيعوا البروتين يصلحوا ولا لازم يعرفوا شنو هما الناس الشركات اللي راهي تدخل، نحكيو يعني عامه الشركات اللي راهي تدخل مكملات الغذائيه. هذا مشكل صح، يروحوا الناس يشريوا على اساس انه بروتين اللي يساعدوا اللي يغذيه ويعاونوا، ومن بعد ما كان بعد يلقاه ما كان صح. هذيك هي هو الشركات اللي يخدموا يعني لامبورتاسيون صح، كامل كامل يخدموا حاجه يعني ثقه كامل. باسك تفوت اول حاجه راح تفوت على المخابر هي قبل ما تلحق هنايا، اي حاجه تامبورتا ويستهلكها المستهلك راح تفوت على كونترول كاليتي، تفوت على منات، تفوت على قداش نحال. بس كاين الناس اللي يقدروا يعمروا ولا يديروا حوايج اخرين لي مارك هذو، مالا اي بوان دو فونت تروح لها ولا اي حانوت تاع مكملات غذائيه دوموندي سيرتيفيكا نتاع لي بروتيين تاعك. تشري بيان سور عندو دوموندي دوموندي سيرتيفيكا. حمزه دقيقه بك عند مكالمه. يلا نستقبلوا اول مكالمه نهار اليوم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم جشاك، واش راكي سيدتي لاباس؟ لاباس الحمد لله، انتم لاباس؟ والله غير الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ من براقي زهره. من براقي. من براقي، مرحبا بك سيده زهره. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. الله يسلمك، تعيشي طول عمرك. الله يسلمك. حبيت نسقسي الاخ هذا حمزه على الشوفان. الشوفان مليح للسكر. مليح للسكر اختي، نعم الشوفان مليح كامل للسكر، والناس ثاني اللي عندهم كوليسترول.
كيفاش يشربوا تيزانة ولا كيفاش؟ لا 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 شوفان تقدري ديريها كاين على أساس غبرة ولا شوفان كيما نقولوا احنا أوراق صغار تاع طيبيه عادي في الأكل تاعك، تقدري ديريه بالماء، تقدري ديريه شوية ماء وتمر، تقدري ديريه على شكل بانكيك مع شوفان مرحي معاه بيضة ولا زوج، وتزيد معاه البروتيين ولا تزيد معاه حبة بنان ولا أي فاكهة ديريها وتحطوا طيبوا على أسك لي بانكيك بزيت زيتون، ديروا بانكيك وتاكليها عادي. راكي تسمعي سيدة زهرة؟ نعم نعم. إيه الو تفضلي تفضلي سيدتي. ايه الاخ ثاني حب شفاف حبي نسقسيك على باذنجان، باذنجان لا نقدروا نكونجليوها. باذنجان تقدري تكونجليه؟ ايه يكون مشوي ولا تقصي فيك ولا تقصي فيك؟ تقصي فيا انا. تقدر تجاوبها انت؟ لا لا ما شوفي الباذنجان صعيب شويه باش نكونجليوه. صعيب ما يقعدلكش تما كيما حطيتيه كيما تصيبيه. راح يخلص وقته. ايه على هذه حبيت نسقسيك. ايه تقدري تكونجلي بصح ولكن ديري في حسابك باللي ما يقعدلكش كيما كيما حطيته. ايه ما يقعدش هكذاك. ما يقعدش. ايه يعطيك الصحة معنا. الله يسلمك تعيشي سيدتي بارك الله فيك. الله يسلمك يعطيكم الصحة. شكرا لك يعطيك الصحة. السلام عليكم. شكرا. هذا طلع الله يبارك فارس هذا تاع استوديو كامل وقيلة. انا قالوا لي حمزه راه جاي. لا لا خويا انا ريجيم مازال ما استمتعتش. حتى لهنا رانا حتى لهنا راك عادي غير الزيت الزيت برك اللي تقدروا نشونجيوها بحاجه واحده اخرى بزيت واحده اخرى. بزيت زيتون. زيت زيتون ولا زيت اللي قلنا عليها ثاني بالنسبه صغيره. زيت جوز الهند. راك كامل راك عادي يعني. حتى لهنا زيت كيس تقدر ديرهم. صح. ملح فلفل كحل. ملح فلفل كحل عادي تقدر ديرهم كامل. دوك حتى لهنا قلنا رانا ريجيم. عادي في الريجيم. دوك نبداو ندخلوا للممنوعات. دوك نبداو ندخلوا الحار ماهوش ممنوع. دوك هو مادام تكون ريجيم يعني من المستحسن ما تستعملش الحار باسكو ليستوما تاعك تولي سونسيبل بزاف. على هذيك من المستحسن ما نستعملوش، هو ما يضركش يعني في الريجيم، بصح انا إن واحد من الناس ما نستعملوش نهائيا. دوك بيديكم حمزه وقال لكم انتم تبروا صالكم. هنا نزيدوا حبه تاع الحار. وعلى بالك يعيطوا لي بزاف قالوا لي الشيف فارس راك رديت لنا نوزنوا 90 كيلو طلع. قلت لهم كاين وصل كاين وصل 130 نعاودوا نهبطوا نعاودوا نهبطوا باذن الله ان شاء الله. هذه هي كما كنت نكمل لك على لي كومبليمون اليمونتار فارس. اها باسك حاجه مهمه بزاف للناس باش يفرقوا اصلا بين المكملات والمنشطات. اها المكملات راهي حاجه عاديه، المنشطات حاجه غير عاديه، نهضروا حنا على المكملات لي كومبليمون اليمونتير. دونك حنا نفهموا الحاجه الاولى المكملات وشنو هما؟ المكملات وش هما؟ هي حوايج كما كنا نهضروا بروتيين، كربوهيدرات، تلقى كارب رابي، تلقى فيهم قداش النوع اللي تقدر تستعملهم على اساس غبره ونقصوا لك الكميه تاع الماكله الاكل اللي راح تاكلها. هذه هي هذا هو الهدف تاعهم اللي في العوض باغ اكزومبل ناكل انايا في اليوم 700 غرام سكالوب و 200 غرام لحم معجل ولا من هنا نقص شويه الكميه وندير 3 دوز تاع بروتيين هذيك تعاونني فيهم. دوك نقص نولي نقص باغ اكزومبل ما ندير 700 غرام ندير 500 غرام نقدر ناكلها. وهذوك 200 غرام نعوضهم بمكملات عاديه. نعوضهم بمكملات بدو دوز ولا 3 دوز اللي يكون فيهم 60 غرام مثلا بروتيين. صح. هذه هي الفرق بيناتهم. أه. وكما قلت لهم خاوتي لازم دائما كونترول تاع كونترول اي حانوت تروح ولا بوانت فون تشري منها من عند اي شركه كانت. لازمك دائما دوموندي السيرتيفيكان تاعها الحاجه الاولى تاع لي بروتيين باش تعرف اسكو راهي اصليه ولا ماهيش اصليه. صح. هذه هي الحاجه الاولى باسكو الناس لي زامبورتاتور سما كيما نقولوا احنا معظمهم راهم يخدموا خدمه عادي، مي الناس اللي في الحوانت قادر يدير غلطات قادر يبدل قادر منا انت ما على بالكش منين جابها كيفاش جابها. حمزه كيفاش هذا اللي يبيع البروتين كيفاش يقدر يعني عاد يحل لومبالاج يعاود؟ مش اللي يبيع البروتين راني قلت لك الناس اللي تامبورتي ما انا من انا نشوف فيها يعني اي انسان عاقل مستحيل يدير هذا باسكو عندهم كونترول كاليتي راح تفوت على لي ورابو تفوت على البرا ولا هنا كي تلحق للجزائر مستحيل يخليوه يدخل مع على باليش انايا 50 كونتينر ولا 60 كونتينر كل 6 اشهر ولا كل 5 اشهر بلا ما يديروا لها كونترول بلا ما تفوت للرقابه بلا حتى حاجه مستحيل. نهضروا على الناس اللي عندهم لي بوانت فونت ولا الحوانات ولا حوايج كيما هكذا حتى كي تروح تشري ماك خاسر والو دائما دوموندي سيرتيفيكا دوريجين تاع هذا البرودوي. دقيقه حمزه نزيد نقطعك عندنا اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك ام ريتاج. مساء الخير اخ فارس. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس عند دفله؟ لاباس الحمد لله سوال عليك. الله يسلمك يطول عمرك. حبيت نشكرك على كاع الوصفات تاعك. الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك. وحبيت ندير كريبوني عندي الوصفه بصح ندير حبه قارص ولا جوج حبات قارص. واش من الوصفه حبيت ندير فيها القارص؟
كريبوني واش به؟ وا القارص ندير حبه ولا زوج حبات؟ زوج حبات عصير القارص. زوج اه صحيت وبارك الله راح تجربيه مريتات. كنت تهضر معاك بغيت تقول لك ولا اربع الوصفات تاعك. بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحه. عمو فارس شكرا. عمو فارس السلام عليكم. واسمك انت حبيبتي؟ ولا اروع. وانت ثاني ولا اروع. بارك الله فيك شكرا لك. الو السلام عليكم تفضلي. صحيت بارك الله فيك يعطيك الصحه شكرا لك سيداتي بارك الله فيك. سلام للناس عند دفله. حمزه نكملوا الحديث تاعنا. قلنا الناس تحب تشري البروتين تشري لازمي دوموندي سيرتيفيكا دوريجين تاع البروتين هذا. هذه هذا دوك لي سب سيرتيفيكا باللي هذاك البروتين لي بروتين هذا راه هو كي دوريجين كلش تستعملو عادي. وحاجه واحده اخرى الناس اللي تسقسي كان بزاف يبعثوا لي في لي باج في من هنا يسقسيو على اسكو كي واحد اللي يكون ما يديرش سبور اسكو يعاونوه هذو لي كومبليمون ولا لا. واحد ما يدير سبور ما راح ينفعو ما راح يضرو نهائيا. تسمى كل اللي راهو ما داروش اي لا بروتيين ولا حارقه دهون كما نقولوا حنا لي بوسيسيا لا الكارنيتين هذو حوايج يعاونوك في حرق الدهون ولا مش راح تخدم خدمتها نهائيا. هذه هي يعني اذا راك دير ايفور فيزيك راح تستفاد من هذو الحوايج. اذا ماكش دير ايفور فيزيك ماكش راح تستفاد منها من نهائيا. هذه هي الحاجه اللي نزيدو نقولوها. واليوم كما قلت لك راك تشوف اليوم بدلنا لهم اليوك جيناهم كما هكذا حمزه لبسنا الطابليه اليوم لبسنا الطابليه باسكو علاه مام حنايا الناس كامل اللي يشوف فيها باش يبني عضله باش يبني يشوف فيها باللي راه راح يبنيها في لاصال في لونترامون صح. بصح الحقيقه انه في لاصال يهدم ما يبنيش. وين تبني؟ تبني هنايا في الكوزينه في المطبخ ولا كي ترقد ثم وين تبني الخليه نتاعك في لاصال واش دير؟ اول لازم تفهمنا فيها مليح يا حمزه. اول حاجه كي دير كي تدخل لاصال انت راح تخدم باثقال يا اخي هكذا اثقال اللي كانت على حساب جهدك صح. كي تخدم اثقال واش راح يصرى؟ عندك تا خلايا في كل مشكل كل خليه فيه شحال من خليه فيه شحال من فيبر صح. الخلايا هذه راح تكون فيها خلايا اللي صحيحه قويه فيها خلايا اللي ضعيفه. خلايا صحيحه راح تقعد والخلايا الضعيفة راح تتقطع تموت كما نقولوا حنايا راح تريب تتهدم. ثم واش درت؟ درت عملية الهدم العضلي ميتابوليزم وكاتابوليزم ثم دير الهدم العضلي وكتاش انت راح تولي تبني خلية أقوى من الخلية اللي كانت عندك. كي دير ريكوبيراسيون تاعك كي تاكل ريكوبيراسيون تاعك تاكل وتروبوزي الراحة والأكل هو الثم الأكل الصحي النهار اللي تكون فيه روبو مرتاح ثم وين راح يكون البناء العضلي. ثم في لاصال راهو يكون الهدم العضلي ماشي البناء العضلي في الكوزينه ولا في الدار ثم راح يكون البناء العضلي صح. هذه هي الحاجه اللي تسمى اللي يبغى يزيد ولا ينقص ولا الرسمي كامل وين في الاكل الصحي وفي الكوزينه وفي الاخر ماشي في لي زونترام دونك راهم في يدي كامل في يدي يا نهدمهم يا تبنيهم هذه هي دونك الحاجه الاساسيه والمطبخ حاجه اساسيه والراحه ما ننساوش حمزه الراحه لازم الراحه لازم يعني الراحه لونترامون مفروغ منها كيما قلنا كاين ثلاث حوايج في التغذيه لازم يسحقهم واحد باش يبني عضل ثلاث حوايج ثاني تنفسها باش تبني الجسم نتاعك اللي هي الراحه الاكل والتدريب مع بعضهم لازم يمشيو مع بعضهم. لكن احنا وخاصه احنا العرب ولي زالجيريان يهمنا بزاف الاكل باسكو ما ناكلوش وكل نشتيو غير فريتوم لا حوايج مقليين هكذا خفاف من هكذا. وقول لي حمزه كما احنا هنا في الجزائر الصباح ما ناكلوش حاجه كبيره صح. ما قهوه حليب ولا قهوه كاطو ولا خبز بالمعجون يعني كي تشوف ناس واحد اخرين يعني انا مصر ولا تركيا صح. ولا يحطوا ياكلوا عندهم الحق إيه؟ زيتون زيت زيتون وجبه انت دوك وجبه الكبيره تاع الصباح عندنا احنا زوج وجبات اساسيه في كامل القصه وجبه دوك قلنا احنا اللي رانا صح ولا هما اللي رانا لا لا هما اللي رام صح احنا غالطين 100% صح. احنا لان احنا في كامل القصه عندنا زوج وجبات اساسيه عندنا شحال من وجبه سته سبعه ثلاث ممكن تلحق حتى لثمانيه بصح الزوج وجبات الاساسيه هي تاع الصباح الاولى تاع الفطور والثانيه تاع بعد التمرين هذو اللي ركزوا عليهم بزاف يكونوا كبار نسبة تاعهم كمية كبيرة وتكون فاري يكون فيها أنواع بزاف تاع بروتيين تاع كربوهيدرات تاع كذا. صباح تقدر دير شوفان دير معاه البيض دير التمر كيما نقولوا احنا وكما قلت انت شوفان تقدر دير به عدة وصفات تقدر دير شحال من حاجة صح. في المطبخ تقدر حتى تقلي به حوت دير به الاسكالوب كيما نقولوا حنايا بالاخر وتقليه قداش من حاجة تقدر صح. ديرها ايه شوفان مفيد الشوفان يعني حاجه بيان سور مام للناس اللي عندهم كوليسترول في الدم عندهم الاخر ثم حاجه مليحه بزاف الشوفان يقدروا يستعملوها. وقلنا الوجبات الاساسيه عندك صباح الوجبات الاساسيه الصباح وتاع بعد التمرين هذو لازم يكون فيهم
كربوهيدرات بروتين دهون صحيه يكون فيهم مام فاكهه يكون فيهم كلش كيما ملتي فيتامين حوايج اللي فيهم لي فيتامين تقدر دير ملتي فيتامين من عند اي فارماسي ولا تقدر دير في بلاصتهم الفواكه كيما التفاح كيما كيما الفراز كيما الحوايج هذو بصح تخير فواكه اللي يكون نسبه الفريكتوز ثاني فيها السكر قليله ما تكونش تاكل الفواكه كيلو تاكل حذاك نتايا واش الفاكهه اللي يقدروا يعني التفاح يقدروا التفاح يقدر ياكلوا البنان لا باسكو فيه الكربوهيدرات شويه عالي وفيه البوتاسيوم فيه منا اذا كان في فتره التضخيم يقدر يستعمل البنان اذا كان في التنشيف ما يستعملش البريفيرونس ما يستعملش يقدر اذا كان في التضخيم اذا يستعمل يقدر يستعمل البنان ولا كان في التنشيف دو بريفيرونس ما يستعملوش البنان يستعمل التفاح ولا فراز ولا حوايج كيما هكذا يقدر يستعملها هذه هي دونك هلا قلنا الوجبات الاساسيه هما زوج الصباح الصباح والصباح اش يقدروا ياكلوا صباحا قلت لك بروتين مثلا يقدر يدير بيض باسكو شويه سريع الامتصاص بلون دوف ماشي الصفر كامل غير بياض البيض ايوه ماشي غير البياض البيض باسكو الاخر فيه شويه دهون صحيه يقدر يدير زوج كومبلي كاملين وثلاثه ولا اربعه الاخرين يديرهم بالبيض بلون دوف يدير شوفان يقدر يدير تمر معاهم يدير لوز ولا زبده الفول السوداني ولا حاجه اللي تكون فيها دهون صحيه زبده الفول السوداني ثاني حاجه مهمه تقدر اي مكسرات تستعملها يا لوز يا فول سوداني يا حاجه كيما هكذا بصح دروكا خرجت هذه راك تعرف فول سوداني يقدر يديرها في ساندويتش يقدر يديرها في قداش كان مام الاخرين تاع الروز شفتهم خرجوا جدد يا ربي واش اسمهم هم يتباعوا كامل في السوبرات فيهم زيرو زيرو كالوري ما فيهمش خلاص لي كالوري هذا روز روز هو جاي كيما نقولوا احنا كلي بانكيك هكا حتى شفتوا هذا شفتوا صح زيرو ما فيهش خلاص لي كالوري تقدر يدير تما ويدير زبده الفول السوداني وراه ياكل ياكل صح ايه هذو هما حمزه الحديث معك شيق دوك نعاود نولي لك يلا مشاهدنا الكرام شوفوا هذه العجه تاعي راهي قريب تخلص بعد ما تقليوا البصل والفلفل والدجاج تاعكم يعني بلون دوف ديروا الملح في الكحل البيض خلطوه وحده نزيد عليها شوفوا هذا الزيتون ويعطيني بنه صدقوني هذا الزيتون الكحل يعطيني بنه في هذه العجه هاي ليك كما قال حمزه نديت كونتيتي دي ياكلوا منها ياكلوا منها اليوم استوديو كامل يلا شوفوا هنا دوك واش مازال لي نقطع لها الفروماج نزيد لها شويه تاع الملح ونزيد لها شويه تاع فارينه دوك نزيد لها شويه فارينه قبل هذا الشيء نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو ويلا نكملوا معنا العجه ونكملوا الحديث مع البطل العالمي تاعنا حمزه مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره ثانيه كما راكم تشوفوا راني سنيتكم باش نكملوا هذه العجه بعد ما درنا البيض ودرنا الخضره اللي درناها في الحلو الاخضر والاحمر قلت لكم حتى الصفر الى لقيتوه بصل ما في الكحل وقلنا صدر تاع الدجاج اللي قطعتوه مليك اللي قليتهم راني خلطتهم مع هذا البيض هنا حمزه قال لكم مانيش موافق معاكم مانيش البطا دونك ما تدقش منها حمزه لا لا هذه ربي يحفظك ديجا قبيله كان يقول لي اروح اشرب شوي كوكا وشوي منها بغير شيني دونك هنا نزيدوا لها ثلاث مغارف تاع فارينه حمزه دوكا كنسقسيك على لي فام اللي ما عندهمش النساء اللي ما عندهمش وقت لي فام الماكله بالبيت يعني المراه الماكله بالبيت كيفاش تقدر دير ريجيم تاعها؟ كاين ما عندهاش وقت باش تروح للصاله ما عندهاش وقت باش تخرج دراري كذا يعني واش تنصحها في الدار كيفاش دير الريجيم تاعها؟ تسمى الريجيم ولا على التمارين هكذاك تحكي اسمع لي زونترامون تاعها باش تنقص باش تنقص التمارين وفي نفس الوقت لازم تاخذ الريجيم الريجيم تاعها نفس الشيء دونك تقول بالك توزن 100 ومانيش عارف انا 80 90 دونك لازم لها ريجيم ولازم لها تمارين شوف الريجيم باش نحكيو كان الساعة ديجا بليزيور ميثود نتاع ريجيم كان شحال من نوع كان حمية الكيتو كان صيام متقطع كاين لو كارب تجيب ايام فيهم هابط الكارب كيما نقولوا حنايا كاين الكارب سايكلين اللي يكون فيها نهار كربوهيدرات عالي وثلاث ايام ولا اربع ايام الكربوهيدرات هابط خاطرك شو الكربوهيدرات هو سورس اللي كيما نقولوا احنا الوقود اللي تحرق به لاكراس دوكا ما يكونش كربوهيدرات ماكش راح تحرق دهون هذه الحاجه اللي لازم يكونوا باش تحرق لازم دهون. يكون كربوهيدرات هذه ثاني غلطات بزاف يديروها نساء ويديروها رجال كي يحب ينقص لاكراس يقول لك انايا نحبس
الكربوهيدرات ما ناكلش الرز، ناكل غير لا بروتيين كل سوا الحم ولا الاخر ولا من هنا وسلطه وننقص هذه ما كانش منها. مش راح ينقص، راح يعكس يوقع له الهدم العضلي، ينقص ما تنقص له الميش ولا ماس، ماشي راح ينقص له الشحم يعني كلش كلش لازم يكون فيها اي حميه غذائيه يكون فيها الكربوهيدرات. بالنسبه لي زونطرامون الاخر يقدروا يديروا لي هيت، كاينه حاجه يسموها لي هيت، اذا ما تقدرش تروح لاصال دير لي كارديو تاعها ولا تابيرولون ولا لاكورد ولا كاين شحال من لي زيسكالي لي ستاب ولا كاين شحال من طريقه تاع حرق الدهون، اذا في الدار تقدر دير لي هيت. لي هيت هذو هي مجموعه من تمارين تاع كارديو صغار في وقت صغير، تفوت على 5 ولا 6 اكزرسيس لمده دقيقه. هذيك كي تنوض الصباح، تنوض الصباح اجون 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 كون ماكلات والو، كون ماكلات والو دير هذو التمارين، عده تمارين فيهم شحال من نوع، 5 اكزرسيس كل واحد دير منه كيما نقولوا حنايا، تبدا اذا راهي جديده 15 سكوند وتروبوزي 5 خطرات دقيقه، بروبوزي دقيقه وتزيد تعاود نفس هذوك لي زيكزارسيس سامبل، ما تستعمل والو حتى حاجه غير في الطابيت وقف كيما نقولوا حنا، تنقز الفوق تهبط كذا، لي زيكزارسيس دي موفمون هذه تعاونها بزاف، مي ديرهم شاك جور وكل مره تمشي وتزيد الوقت نتاع نتاع التمرين هذا. صافي لك الا درت اليوم 15 ثانيه غدوة تولي تزيد كل اكزارسيس باغ اكزومبل دير له 30 سكوند وهي رايحه، كل خطره تمشي وتزيد، كل خطره الكور عنده اميموار، اذا فات حفظ كيفاش راك دير له تايا هذا لي زيكزارسيس ولا صاي ولي ما رياجيش معاك. صح صح. كاش كيفاش نزيدو نستقبلوا مكالمه حمزه. الو السلام عليكم. الو السلام. ومرحبا بك سيداتي. ودي فارس. مرحبا بك. يسلمك يعيشك. يسلمك يطول عمرك. منين راك تكلمينا؟ من عفرون هكذا؟ عفرون ايوه. مرحبا بك. ام ياسين. ام ياسين مرحبا بك ام ياسين. الله يسلمك وليدي. يطول عمرك. يسلمك انت ثاني ان شاء الله ربي يطول لك في العمر ويعطيك ما تتمنى. ان شاء الله تطول عمرك بارك الله فيك. يسلمك وفيك بارك. حبيت نسال ولدي اللي راه معك. حمزه تفضل يا قدامك. بغيت نسقسيه فيه هنايا، عندي 66 سنة. الله يبارك. والطبيب يبارك فيك. الله يبارك. بدي راح ديري كيما قال لي راكي في الوزن في العظام، رحت لي. دوك أم حمزة دوك الوزن تاعك ما يناسبش السن. أيوه. هكذا. 95 كيلو. أنت في عمرك 66 سنة وراكي توزني 95 كيلو. 95 كيلو، قال لي نقصي في الوزن. في الوزن. حبيت نسألك واش ناكل؟ واش ناكل باش نقص في الوزن؟ بون في الماكله تقدري ديري حميه غذائيه اللي تكون نظيفه، يعني اللي قلت لك نسهل لك خلاص، الزيت ممنوع، اي حاجه مقليه بالزيت ممنوعه ما تستعمليهاش. ايوا نعم. هذه السكريات ثاني نفس الشيء، باسكو السكر راهو كي حنا نعيطوا له السم الابيض، يعني السكر نهائيا لا شيكولا لا كاطو لا والو، هذوك مره ما كانش. ايه. تحبي حاجه حلوه تقدري ديري فروي فاكهه. تقدري ديري فاكهه وتكون كيما قلت لك يكون فيها كربوهيدرات وبروتين، يكون تقدري ديري صدر الدجاج بصح يكونوا مشويين ما يكونش مقلي. ايه صدر الدجاج البيض حوت كيما نقولوا حنايا ثاني كيف كيف نفس الشيء. سلطة تقدر دير ماسيدوان نورمالمون، فيها شوية خضرة، فيها روز، فيها ولكن ما ديروش مايونيز. لا لا ما ديرش مايونيز، ما ديرش مايونيز. شو دير فيها شوية زيت زيتون؟ ايه كاع الخضرة وشوية زيت زيتون. ثاني البقولية تستعملهم عادية. بقولية ثانية تقدري تستعمليهم عادي. السلوبيا. السلوبيا. حميصة. ايه عادي هذوك. دونك هنا سي ام ياسين بعدي على السكر هكذا. السكر من والزيوت. كيف نفس الشيء. استعملي زيت زيتون. نعم. واضو. يعطيكم الصحة. ربي يحفظك، ربي يبارك فيك. بارك الله فيك، شكرا. شكرا. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. شفت حمزة كما السيدة أم ياسين دونك في عمرها 66 سنة، الوزن تاعها 95 زايد. دونك هنا وزايد بزاف. زايد بزاف علاه؟ لأنه لي زارتيكيلاسيون تاعها دروكا يولي تجيها شوية الحركة شوية صعيبة، الوزن هذا كامل يولي يديرونجيها في لي زارتيكيلاسيون تاعها. صح. يعني باش تستعمل هي دروكا لي هيت ولا ما تقدرش كيما هكذا، لازم لها دي زيكزارسيس تقدر حتى في البلاصة وتحط دير دي موفمون، بصح لازم واحد اللي ينعت لها الحوايج. احنا ما عندناش الثقافة هذه، هذا هو المشكل. هذا هو المشكل تاع الآخر، كي يشوفوا مرا كبيرة كيما هكا يقول لك كيفاش دير في السبور هذه من الآخر، هو مشكل. لو كان تقعد كيما هكذا تولي قادر ما تتحركش كيما نقولوا حنايا من البلاصة، الآخر ربي يسترها. يعني لازم واحد دائما يحافظ على صحته في الحوايج هذا. صح. اول حاجه هي صحته. هذه هي اللي دونك قلنا المراه الماكله بالبيت دونك ما عندهاش الوقت،
ما عندهاش الوقت باش تروح للصاله، ما عندهاش وقت باش تخرج، ما عندهاش باش دير السبور. دونك في الدار، في الدار تقدر دير تمارين هذو اللي هيت. انا درتهم في لاف لي باج تاعي، درتهم في الكونفينمون هذه المره الاخرى، مام للرياضيين للنساء وللرجال. انا الصفحه تاعك هاشمي حمزه اي اف بي بي برو ام بي سي. هاشمي حمزه اي اف بي بي اي اف بي بي برو ام بي سي. اي اف بي بي هذه اسم الاخر اللي يلعبوا فيها لي كومبيتيسيون، يلعبوا ويصيبوا التمارين اللي يقدروا يديروا، يصيبوا التمارين كامل تاع لي زيكزارسيس كامل للناس اللي يتبعوا لا ميسكولاسيون اللي هو كامل الاجسام، ولا للناس اللي تحوس تنقص ولا تزيد في الوزن. يعني اي انسان عادي. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. سيده نصيره مرحبا بك. الو الو، واش راك اخ فارس؟ واش راك بخير لاباس؟ ولا الحمد لله. واش راكم انتوما؟ الحمد لله يا ربي. راني نعيط لك من 5 مليانة. مرحبا بك، مرحبا بالناس 5 مليانة. ونشكرك نشكرك على كل واش راك تقدم لنا. الله يسلمك يطول عمرك. وراكم تجربوا بزاف بزاف. راكم تجربوا؟ رانا نجربوا منين ذاك؟ يلا جربوا، وانا جبت لكم حمزة باش ديروا الريجيم. ها بنتي جرب. شوفوا انتم تبعوني انا، ومن بعد كي تزيدوا في الميزان انا نبعث لكم حمزه. ايوا انا نفرح. زدنا انا والله زدنا بشويه، والله زدنا. زدتوا في الميزان شويه؟ والله زدنا شويه. وخدتكم شويه، انا شويه رانا نقصوا شويه. يلا عاونا حمزه يوري لكم التمارين، يوري لكم واش ديروا ريجيم. ان شاء الله. شوفوا بيناتنا في لي كوليس قال لك معليش خطره في السمانه تيريشيو، قولوا واش حبيتوا خطره في السمانه. ايه يقدروا يديروا شي تمرين خطره في السمانه. استعرف. رحب بالضيف تاعك الاخ. ربي يبارك فيك. الله يسلمك ان شاء الله. تعيش. شوف عندي واحد النصيحه اعطيها لكل اللي كسر السكر في القهوه بزاف. السكر في القهوه. القهوة بزاف يكسر السكر في القهوة بزاف. ديروها حلوة أحسن الحر. بزاف بزاف. قهوة بالحليب، قهوة حليب وقهوة شحنة. أها. بزاف بزاف. صغار وكبار، صغار وكبار. أه كاين بزاف اللي يحبوا القهوة كحلة يحبوها حلوة. يشربوا السكر ماشي يشربوا القهوة. فوالا يشرب السكر هنا. صح ولا صح. هذه كاين. أها. الأخ فارس. نعم تفضلي. قدم لنا حمص المنبوط تاع زمان. اطباق تقليديه تاع زمان. ايه حلوه المنبوط. حلوه المنبوط. ايه حمص المنبوط. ايه خلاص غدوه ان شاء الله ندير. ماشي غدوه، نهار السبت نديروها. معليش بارك الله فيكم يا سيني، يعطيك الصحه وسلامي الناس 5 مليانه. كما قلت هذه ثاني ظاهره يعني صح. يعني نشوفوها يعني في السكر في القهوه. القهوة. السكر بزاف. السكر بزاف صح. كاين اللي يديروا 6-7 مغارف في القهوه. في القهوه كما قلت انت يشربوا السكر. يشرب سكر ماشي يشرب في القهوه. قهوه صح. حتى كي يكون قهوه حليب ثاني نفس الشيء. نفس الشيء كامل درك. ونسقسيك حمزه ثاني اللي يحبوا يديروا جيم الحليب يعني ما ضرهمش. لا لا ثاني حليب ما نستعملوش. شوف اي حليب مشتقاته ما نستعملوش غير اذا كان منزوع الدسم، ما فيهش دسم خلاص. صح. يقدر يستعمل حاجه اللي ما فيهاش الدسم يقدر يديروها. يقدر يستعملها بصح اذا كان كيما هكذا لا لا. ما الياغورت كيما نقولوا احنا نستعملوا الياغورت ناتور. نصيب بدون دسم. ايه تصيب. الحليب بدون دسم. هذاك يقدر يستعملوه. ما كانش عندنا كنا ما نستعملوهش نهائيا. صح. يعني بصح درك راني قلت لك كل شيء تطور، كاين حتى لي بروتين ايس كريم، كاين نوتيلا شيكولا. شيكولا. كاين منا كاين شحال منا الاخر اللي يقدر يستعمل. زيدوا استقبلوا مكالمه. الو. الو. الو السلام عليكم. مساء النور الاخ فارس. مرحبا بك سيداتي. واش راكم لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. واش راكم انتوما؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. نطلب منك طلب. تفضلي. الو. انا معاك الاخ فارس. تفضلي. نطلب منك خويا سفنج. سفنج؟ ايوه. يا هذاك هو العدو تاع حمزه. الخفاف العجين وفي الزيت. شفت كيف نديروا حمزه؟ ادبر راسك. يلا نشوفوا حمزه لا قال لكم هذوك نبداو الريجيم. يقول لنا نبداو الريجيم ولا ما نبداو مازال الريجيم؟ ما عليه على حساب البوا الساعه. شوفوا تراش الميزان. ديروا سفنج ونبداو الريجيم. ايوه ولا هذيك السمانه خطا في السمانه نتريشي ونديروا راح اخويا معليش. ما علينا كل السمانه كي نتريشي وما نديروش السكر ناكلوا حاجه مالحه ماشي السكر. يلا هذا ما كان سيدتي سفنج. هذا ما كان وصفتك ولا اروع. بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحه. صح صح. شكرا شكرا يعطيك الصحه. يلا يا حمزه قول لك وعدتني قبيله قلت لك يكون يطيب ندير لك لي بومب.
اخي صح كاينه هو يسال لي اشي نتاع البارح دونك ما راكم مع حمزه يبقى على خير يا لي بومبيا يا تخلفها عند مهد لازم تروح دير وعد مني نزيدوا حمزه الناس اللي جان هذول يديروا رياضه كما قلت انت كان ما على بالوش واش لازم ياكل وكيفاش الريجيم تاعو كان اللي يرفد الكابا ديالو راه قبال الصاله راهو يرفد الحديد دونك يرفد منا يرفد منا ما على بالوش كيفاش واش ياكل صح ياكل شحال 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 من سعره حراريه لازم له شحال بات لازم له شحال من هذه هي الغلطات اللي وماكي الثاني يشري شويه طوح بابانان صح وعلى بالوش شوف دوك احنا كي جات الانترنت هذه والاخر نعمه شويه ونقمه ثاني شويه اسمح لي برك حمزه نزيدوا المكالمه ونكملوا الحديث الو السلام عليكم سفيان وعليكم السلام كي راكم خويا فارس واش راكم لاباس صحتك لاباس الحمد لله يا خويا اللي باغي نشكيك لحمزه بغيت تشكي لي حمزه خويا حمزه واش دار فينا فارس هذا رمضان وهذا سفيان سفيان وي قول لي الميزان شحال راه اودي ما نعرف ما حشمت روحي نوزن حشمت تحت وزن روحك الوالده تاعي العام كي تجي فارس سكتو ما تهضروش الله يسلم لي عليها بزاف الله يسلمك وكاع لي بلاط ديرهم بنان بزاف وناكلوهم الله يسلمك الله يسلمك علينا بزاف اخويا حمزه وباغي ندوموندي منك واحد الطلب تفضل خويا اخويا باغي ندخل غير الكرش هي انا طويل ما تبانش عليا باللي سمين بصح الكرش كيش نديرو اخويا شوف هذا هو المشكل تاع معظم الناس يبعثوا لنا ثاني رسائل في لي باج فيسبوك وفي الاخر يقول لك بغيت نحي الكرش هي المشكل انه الكرش ما تنحاش وحدها واحد ما يكذب عليك ما كاش حاجه تروح بالسهل باش تروح لاكراس من الجسم كامل امبوسيبل اذا الجسم كيما نقولوا حنا يبقى يحرق لك بلاصه هنايا ومن هنايا يقعد كي راح دير الفيزيك ايفور فيزيك راح تونتريني ولا راح دير حاجه راح يتحرق النسبه كامله من الكور تاعك كامل تروح الكرش بصح تروح ثاني لاكراس من لي بارتي الاخرين باش تنحي غير الكرش وحدها مستحيل ما كانش هذه صح لازم يدير حمزه لازم لولي كارديو نفس الشيء الفاصيل نعم ساهلين حنا معكازين بالعربيه ما نديروش لي زونترينمون شفت كي لا معليش ما تقدر دير لي فوتينغ الصباح مارش رابيد ماشي سريع مارش رابيد صافا اوريزمون ندير مارش رابيد انا بطبيعتي نتمشى بالخف هذيك هي بصح المارش رابيد تعود ديرها الصباح اجون داكور هذه لا صباح بكري انا كي نوض الصباح نضرب ثلاث حبات بيض ونضرب الله يبارك يا خويا حمزه اسمه يا خويا سفيان انت الحبات بيض ونص خبزه وكرواسون وحليب كيفاش صاحبي طلع عبد الغالب اسمع منك تكلمنا من المغنيه انت لازم نبعثوك مارش رابيد من المغنيه للجزائر ودعاو تولي في نفس اليوم خاصة نقلعوا كاع الصوالح كيما قال خويا حمزه مع نقلعوا فارس بصح فارس عاود ماكله بنينه بلا غالب الى شوفوا الى وحبوا تشيانو نقابل نروح انا خلاص لا والله عندي بروبوزيسيون والله صح رانا سي فري رانا نضحكوا كاع فعندي بروبوزيسيون علاش ما تكونش انيميسيون في البلاد ويحكمها خويا حمزه ف ان شاء الله وعلاش لا ان شاء الله ديجا عندي امي فيسبوك خويا حمزه وبان لي اليوم راه تيميد في حاجه اللي تعجبني في خويا حمزه انه يبريزونتي ميم ماشي غير هو برك يبريزونتي ميم لي جوار الاخرين تاع الجزائر راه الجزائر كاع كومبلي اشاك فوا يبريزونتي ان جون في الفيسبوك وهذه حاجه اللي شهدها له انسان متواضع بارك الله فيك ربي يحفظك خويا ربي يبارك فيك الله يحفظك الله يعيشك بارك الله فيك خويا رانا شوف نص فارس درنا حاجه شابه نقص شويه لي زانغريديون هذيك اللي سمنوا وخويا حمزه عاد ما تطولوش وجيبوا لنا شوف دوك ان شاء الله دوك انت الصباح حبيت تتبعوا حمزه ومن بعد على ثلاثه هو قال لك بينه وبينه لازم حتى الماكله غادي احسن خويا حمزه وي تفضل مور هاد البلادي دارها دروك فارس الله يرضى عليك واش هما لي زونترينمون اللي نديروهم هذيك هذه هي تقدر دير الماكله تاع هذيك تاع السمن والاخر ديرها النهار اللي راح تشري شي فيه نهار اللي تشري شي فيه دخلها وخلاص سيب غردك هذيك هي دخل منها وخرج منها هذيك هي حمزه يورينا كما المسيد كيف والله نسمع خوتي بارك الله فيكم ربي يعطيك الصحة ياسين بارك الله فيك سلم لي على ناس مغلية بارك الله فيك شكرا لك
شفت حمزة مشكل تاع الريجيم مشكل والله غير مشكل مشكل الكرش مشكل هذه هي اللي قلت لك شوف ما كانش حاجة تجيب الساهل يعني بصح لازم كلش لا فولونتي بارك مش ما حاجة مستحيلة تقدر الكرش هذه ولا هذا لاغراس هذه تنقصها في 20 يوم مي لازم لك تونتريني لازم لك تونتريني ما تقدرش تونتريني معليش تقدر ديرك مارش رابيد صباح وشي هو تكون اجا بعد ما تكمل تجي تفطر فطورك كما قلت لك ماكله صحيه عادي هذه هي ماشي تكمل منها تروح تاكل لي كرواسون معجون ولا اخر ثاني تمدك اللي ما درنا والو زيدوا استقبلوا حمزه مكرمه الو الو فارس الو السلام عليكم سيده فاتحه عليكم السلام واش راكي لاباس والله الحمد لله الحمد لله الله يهنيك قلت لك من براقي هكذا تفضلي مرحبا بك الله يسلمك واش قولي لك مع حمزه ولا كي معايا انا مع حمزه لكن مع حمزه صحه فيك صحه حمزه الخبز ما ناكلوش الخبز تقدري ديري كان نوع واحد اخر من الخبز تاع الشعير خبز تاع الشعير خبز تاع الشعير كان ثاني تقدروا يديروه ثاني بالشوفان راهم يخدموا في خبز بالشوفان ثاني نفس الشيء يعني ماشي حتى ما عليك ما تاكليش الخبز خلاص واش هو الخبز العادي اللي يندرب بالفارينه والاخر لا لا ياك صح والياوت ياورت كان ياورت ناتور طبيعي يا تكسا تقدري ديري يا اوت ناتور دوكاني مع فارس دوكاني خلاص صايم ها يا راح يلا تفضلي فارس الفلون اللي تبع تاع الحوانت اها ما وقتاش ديره لنا نهار السبت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نهار السبت ندير لكم الفلون هذاك تسمى السفنج والفلون نهار السبت في زوج لا السفنج قلت لها مازال نهار السبت نديروا الفلون يا تكسا ان شاء الله أيوة. بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحه شكرا يا حمزة قبل ما تهضر انا كنت تغلبني انت يا ديروا حسابكم باللي كي نكملوا ويديرها مي بومبا انا حقرا ولا غلبتك انا اخويا نكسر الريجيم سيدي تضرب تضرب معايا كاس كازوز لا لا كازوز لا لا نذوق معاك مغرفه معليش مش مشكل معهد. ملح مش مشكل بصح الكازوز لا لا سكر لا لا يلا بارك الله فيك حمزه ربي يحفظك ربي يلا نروحوا فاصل قصير مشاهدينا الكرام راح نجبد انا هذيك العجه تشوفوا الشكل النهائي تاعها راح تجي طالعه وبنينه على بالي باللي حمزه قال لكم هذه وهذه واش حبيتوا دوكا ليكم الاختيار يا حمزه يا فارس نخيروا نديروا لهم حاجه بين وبين فارس كل مره تقدر هي كيفاش بين وبين لا لا كاين حوايج تقدر تطيبهم انا كيما في بار اكزومبل في رمضان نورمال ناكل بوراك بصح البوراك نخدمو نخدم لاباط نتاعو بالشوفان بالشوفان ايه لاباط تاعو بالشوفان بطاطا ندير بطاطا عادي يا اخي مغليه نديرها عادي في بلاصه الاخر ندير سكالوب مقادم مشوي طراف صغار سكالوب وندير بوراك تاعي نورمال عادي والشربه الجاري كما تقولوا شوربه ندير سوب تاع ليغوم ما نديرش فيها بصح الزيت لا زيت لا والو لا حتى حاجه ندير معها سكالوب مرحي شوي فرماج مرحي علاش زيت زيتون طبعا لا والو زيت زيتون ندير شويه علاه زيت 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 زيتون نديرش زيت زيتون يعني تقدر دير دي بلا اخرين وشي هو تنحي برك شوفوا انا شوفوا انا يديها هاي لك نقول لكم كولوا وحمزه لا تحتوا في يدو يدير لكم هكذا هكذا يزير عليكم وليت لي يوزن 130 راح يردوا في سمانه يوزن واحد 60 كيلو وشنو راح يزيركم يلا مشينا الكلام نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو وراح نشوفوا العجه تاعنا كيفاش خرجت خليكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مرحبا بكم كما راكم تشوفوا العجه تاع نهار اليوم راهي حاضره وواجده ولكن اليوم حمزه صحاب الريجيم ما يقدروش ياكلوا هذه ما يقدروش ياكلوا حكيم واحد ولو كان يحبوا ياكلوا عجه كيما هذه ولا بطاطا يفوروها ولا يغليوها بطاطا يفوروها يغليوها الزيت يشونجيوها ما نديروش هذيك يديروش زيت واحد اخرى يا زيت زيتون ولا زيت قلنا جوز الهند فرماج يقدر يدير فرماج اللي يكون ما فيهش دسم كاين فرماج ناتورال عادي بون الباقي الفرينه ما كانش ثاني نفس الشيء يقدروا يديروا بودر تاع شوفان في بلاصتها يرحيوه ويديروا بودر شوفان والخميره ما يديروش ما يديروش تسمى مش راح تجي منفخه كيما تاع كيما بارك الله فيك حمزه الله يحفظك يعطيك الصحه ربي يبارك ونصائح عطيتهم منا يعني في القمه خويا ربي كانوا يحفظك. يعني الناس اللي بزاف يحبوا يديروا الريجيم كذا منا وحمزه لازم تعاود تولي لينا ان شاء الله باذن الله ربي يحفظك تعاود تولي لينا نزيدوا نقصروا اكثر واكثر على الريجيم ان شاء الله باذن الله ونتبعوهم بالعقل بالك تكون النتيجة ان شاء الله باذن شاء الله. الله ربي يحفظكم ثاني بارك الله بارك الله فيكم نزيد نوجه تحيه برك من هنايا للناس اللي واقفين معنا لي سبونسور تاعي زوش نيوتريسيون شركة المكملات الغذائيه اكبر شركه في الجزائر عندها 50 قام هنايا اللي طايت تدخل الجزائر لونترينور تاعي نفس الشيء والديا لي فان تاعي كاملين ان شاء الله باذن الله سنه اولمبيا كيما الكتكوته بنتك اسمها
جوري 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 نحيوها حيوها تحيه كبيره بابا كرامو زيرنا بارك الله فيك ربي يبارك فيكم الله يسلمك يعطيك الصحه حمزه. قبل ما نروحوا مشاهدينا الكرام لنهايه هذه الحصه عندي بعض الاهداءات صغار صغار. عمي محمد زميلنا وخونا بوشايب اللي راح يكون عرس وليده نهار الجمعه مبروك عليك خويا عميمر وان شاء الله دريه صالحه وان شاء الله تكون يكون زواج سعيد و ان شاء الله كله خير وتفرح به. وكاين عائله دردوح دردوح عائله دردوح نحييها تحيه كبيره كبيره خاصه خالتي غانيه. خالتي غانيه انا تاني نحبك ونموت عليك لانها متابعه وفيه للبرنامج. وكذلك تحيه كبيره قردامي ايمن اللي عيد ميلاده قفل 11 سنة نقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير لقبل 100 سنة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة راح تلقى بكم يوم السبت بإذن الله بزوج وصفات كما جرت العادة وإن شاء الله حمزة راح نجيبه لكم وعد منين نزيد نجيبه لكم نزيد تعطيكم نصائح أكثر أكثر. تبعوا حمزة على بالي بلي راكم تحتوزنوا شحال حمزة شحال نوصلوا 60 على حسب اللي بغى يزيد يزيد اللي ينقص ينقص كيما تذكر لازم تزيد انا نزيد نزيد لازم تزيد كيفاه انا واش نزيد انا عام كامل راك تشوف فيهم قالوا لك راك نقصت راك تبان صغير راك من انا عندي بروبليم تاع الكرش دركا كرش سهله نقدر نحيوها وش هو لازم المنواض صباح على بالي ما تنوضش فاس انا شوف صباح المنواض الصباح انا شوف البروغرام العشيه ندير لك سونري بصوتي يعطيك الصحة حمزة بارك الله في طول عمرك شكرا لك. يلا مشاهدينا الكرام راح نتلاقى بكم يوم السبت بإذن الله عطلة نهاية أسبوع إن شاء الله تكون تجوز عليكم خير وعلى خير بزوج وصفتنا يوم السبت ما تنساوش نفس التوقيت نفس القناة. من لهذاك الوقت تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم. سلام.